يعني لازم بكل حلقة نضوي على وباء كورونا وعلى الأعراض يلي بيأثر الكورونا على الجسم. في كتير مننا انصاب بالكورونا، فقد حاسة الشم، التذوق، في كتير من الأشخاص أثر على جلدها أيضا وعلى تساقط شعرها. أكيد ليا، ويمكن مثل ما حكيتي في أعراض كتير مشهورة الناس بتعرفها، دايما بتقلك عم بيعطس، ما عم بيشم، ما عم بيدوق، معناته معه كورونا، على حين أنه الطفح الجلدي او الالتهابات الجلديه اللي هي ممكن تكون عرض من اعراض كورونا ما اخذت نفس النصيب بظهور عند كثير من العالم او بالحديث عنها. رح نحكي اليوم عن الاعراض الجلديه مع ضيفتنا الدكتوره راما ديري، اختصاصيه امراض جلديه وتجميل. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي، صباح النور يا اهلا. صباح الخير دكتورة، واهلا وسهلا فيكي. حديثنا عن الكورونا، خلينا بالبداية نحكي عن التأثيرات الجانبية وعلاقة يمكن الطفح الجلدي بفيروس كورونا. ما كل الأشخاص صار عندها حساسية جلدية، وخلينا نحكي شو هي الاستثناءات وليش بيصير طفح جلدي أثناء الكورونا. هلا الكوفيد 19 الكورونا يعني هو مثل أي فيروس، ممكن يصيب الجسم، ممكن تظهر له مظاهر جلدية. لكن المظاهر الجلدية بالنسبة للفيروس كورونا هي مانا من معايير التشخيص حتى لهلا، فيعني نحن ما فينا نعتمد عليها كمعيار للتشخيص انه انا اذا طلع عندي هذا المظهر جلديا انا بعتبر انه المريض صار عنده اصابة بالكورونا، لكن ممكن تترافق مع الاصابة. طيب هل هي عند الاشخاص كلها نفس الشيء، ولا ممكن هلا شفنا بعض الاشخاص اللي عندهم اساسا حساسيه صار يطلع لهم عرض من الاعراض هي الطفح الجلدي، هل هي مرتبطه بنوعيه خليني اقول طبيعه الجسم ولا لا؟ هلا ممكن العمر يفرق بهي الحاله، يعني مثلا في عنا الصغار البالغين ممكن في نمط من الطفوح بيظهر عندهم اكثر، في نوع ثاني لقيناه بس عند كبار السن اكثر شيء، وفي نوع اساسا هو بيجي مثل الانتبارات الشرويه اللي بنشوفها عند المريض لما بيتحسس من اكله معينه او من دواء معين بيظهر عنده مثل طفوح بتشبه الشره، فهي اكيد بنلاقيها عند الناس اللي اساسا جسمه عنده قابليه لانه يظهر عندهم شره. نعم. ممكن مثلا ارتفاع درجه الحراره، انواع الادويه كمان ممكن تعمل تحسسات ببعض الاحيان، ولكن دكتوره خلينا نحكي عن هيدا الطفح مثلا، كيف فينا نحن نعالجه معالجات أولية بالبيت إذا ظهر عنا أي طفح جلدي بشكل عام؟ هلا الطفح الجلدي بالعموم ما فينا نحن نقول انه انا كيف بدي اعالج الطفح الجلدي بالعموم او نعمل اسعافات اوليه بالبيت لبين ما نروح على الدكتور. هلا على هوا شو نوع الطفح اللي عندي مثلا. مثل ما تفضلتي حضرتك، اوقات ممكن يكون الطفح له علاقه بنوع الدواء اللي عم يستعمله المريض، فممكن يكون سببه دوائي ما له علاقه بالفيروس. بس بالنسبة للطفوح الفيروسية عموما نحن منعالج معالجة عرضية مو أكتر من هيك، يعني مثلا إذا المريض عم يعاني من ترفح حروري أو في عنده أي مشكلة أنا بحاول عالج الأعراض. إذا مثلا كان الطفح منتشر بكل الجسم على شكل شرة أو من ما شابه هالشي، ساعتها ممكن أرجع للإبر إذا المريض كتير مزعوج وعم بيعاني من حكة، ممكن ألجأ للإبر اللي بيكون فيها مضادات هستامين، أو مثلا بالمرحلة الأشد ممكن ألجأ لإبر الكورتيزون. نعم. طيب خلينا نحكي دكتورة اليوم كمان في أنواع للطفح الجلدي بكورونا، شو هي الأنواع؟ هلأ في عدة أنواع بالنسبة للطفوح اللي بتترافق مع الفيروس كورونا. هلأ في عنا طفوح بتشبه البثرات اللي منشوفها بحب الشباب. تمام. هلأ هذا النمط من الطفح أكتر شيء بيظهر بالمرحلة الحادة من المرض، وغالبا بيكون عند صغار البالغين أكتر شيء. في عنا الطفح اللي بيشبه الشري، هذا بيكون عند كبار السن أكثر شيء، وبترافق مع زيادة الإصابة بالخثرات مثل ما عرفنا الكوفيد 19. في ناس صار عندهم جلطات بسبب الإصابة فيه، فهذا بترافق عند هذا النمط من العالم. في عنا نمط من الطفح بيشبه النخالية الوردية، وهذا كمان بيجي بالإصابة الشديدة للمرض، يعني هذا تنوع تمام. الإصابات. خلينا ننتقل من الطفح الجلدي إلى تساقط الشعر. في كتير ناس من بعد الشفاء من فيروس كورونا تساقط شعرها، هل له علاقة تساقط الشعر بالإصابة ولا لا هي ممكن موسم أو وقت محدد لتساقط الشعر؟ هلا صعب نحدد هذا الشيء، لكن الإصابة الفيروسية بكورونا ممكن تكون مثل أي شدة بيمرق فيها الجسم وتسبب بعدها شيء بنسميه نحن نفحة طور الراحة، فممكن بعد الإصابة يصير في تساقط أشعار بسبب الإصابة، وممكن لا، الشعرة بهذا العمر وصلت لطور أنه هي صار لازم تتساقط.
فممكن الاحتمال هذا وممكن الاحتمال هذا يعني وارد. طب بالعموم دكتورة بشكل عام في كتير ناس بنسمع انه بتقلك انا جسمي اول شيء بيتأثر عندي باي مرضى شعري، بتضايق بكتئب بهر شعري، بمرض بهر شعري. صحيح. هذا غير اللي بنسمع المقولات هلأ موسم الباذنجان الشعر بهر، هلأ موسم ما بعرف شو. خلينا نحكي عن حقيقة هذا الموضوع وارتباط تساقط الأشعار بشكل عام بالمكان شعر الرأس أو الجسم بالأمراض، وشو مدى ارتباطه ببعض. تمام. هلأ تساقط الأشعار أكيد يعني له كتير ممكن يكون تظاهرة للعديد من الأمراض، يعني حتى أمراض داخلية. هلأ ممكن مثلا مريضة تجي عم تتساقط شعرها يكون عندها فقر دم، هي ما لا عرفانة أنه هذا السبب، هو أحد الأسباب فقر الدم بيعمل تساقط أشعار. أوقات نقص فيتامين دال، وهذا الشيء ممكن جزء كبير جداً من عامة الشعب عندهم نقص بفيتامين دال. أوقات ممكن يكون مرتبط بأمراض نسائية مثلا عم بتعاني منها المريضة، هرمونات وغيره، مبيض متعدد الكيسات البي سي او. أوقات ممكن يكون بسبب اضطرابات بالغدة الدرقية مثلا، وممكن يكون بسبب مثل ما تفضلتي حضرتك شدة نفسية عم تمرق فيها المريضة. يعني تقلك المريضة أنا صار لي فترة مكتئبة متضايقة، أكيد هذا الشيء رح ينعكس على شعرها. شيء نفسي. تمام. أو حتى مريض طالع من عمل جراحي مثلا، أو مرق بفترة مرض طويلة، بيصير عنده شيء بنسميه نفحة طول الراحة وبيتساقط شعره. دكتورة خلينا نحكي، بيقولوا الغذاء كتير مهم ليمكن العناية بالبشرة للعناية بالشعر. أكيد. وبيقولوا إنه الغذاء الخضار والفواكه، وخاصة يعني نحن بلد خير بجميع أنواع الخضار والفواكه اللي بناكلها، هي كتير مفيدة، أهم يمكن من كتير من كريمات بنستخدمها وهيك. خلينا صحيح. نحكي عن علاقة الغذاء بالشعر وبالبشرة، وقديش مهمين إنه احنا نتناولهم بشكل حصص يومية. هلا طبعا اكيد الغذاء كثير مهم، يعني انا اذا كان الشخص عم يتغذى بشكل كافي، عم يشرب مي بشكل كافي، على الاقل هو بيكون انه حافظ على البشره بالنسبه له وبالنسبه للشعر بطريقه صحيه اكثر. هلا الغذاء فينا نحكي مثلا الاسماك والمأكولات البحريه بتحتوي على نسبه عاليه من الزنك، وهذا الشيء كثير ضروري حتى بالنسبه للشعر، يعني كثير مهم. شرب المي كثير مهم بالنسبه للبشره، يعني حتى مشان تحافظ البشره على رطوبه عاليه. كمان البيض بيحتوي على نسبة عالية من البروتين، يعني لازم نحافظ على جرعة أسبوعية إذا ما بدنا نقول يومية من هالشي. كمان الخضار الورقية كتير مهمة، وبالنسبة للفواكه اللي بتحتوي على فيتامين سي، فيتامين سي مضاد أكسدة وبيعطي نضارة للبشرة، فكمان مهم بالنسبة لنا. كمان دكتورة يعني نحن هلأ عم نحكي، نحن بلشنا فصل الصيف بالعموم، ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام أول شيء أول مؤشر على تغير الطقس هو الجلد. صحيح. يعني بنعاني منكم من جفاف بالبشرة، في أمراض معينة أو حالات معينة ما بدنا نسميها أمراض بتتناسب يعني بتترافق دائما مع الفصول، تظهر أكثر بفصل الصيف. شو أكثر خليني أقول الشيء اللي بيظهر على جلدنا وعلى وشنا وعلى شعرنا بشكل عام؟ هلا الشمس صراحه تاثيرها يعني تاثيرها الاكثر هو سلبي على الجلد، خصوصي بالتعرض المديد. انا ما عم بحكي بالتعرض الطبيعي او ضمن الرينج الطبيعي، بس التعرض الزائد بيعمل كثير مشاكل جلديه. اوقات حتى المريض ما بيخطر له انه هذا الشيء سببه التعرض الزائد للشمس. هلا بالصيف اكثر شيء بيشكو منه المرضى انه صار عندهم تصبغ، وحتى الناس في عندهم خصوصي البشره شوي مايله للسمار اكثر، بصير في عندهم كلف، او المرضى اللي بشرتهم فاتحه وعندهم نمش كمان ممكن يلاقوا انه هذا الشيء ما اكثر. صحيح. حتى الحروق الشمسيه ممكن المرضى خصوصي اللي بيروحوا على المسابح والبحر كمان ممكن يعانوا من حروق شمسيه. هلا حتى الشمس تاثيرها على المدى الطويل، التعرض المزمن لها وتاثيرها على المدى الطويل ممكن تعمل شيخوخه باكره بالجلد. فبتلاقي المرضى يلي كثير بيتعرضوا للشمس انه يعني وشهم عم يعطي عمر اكبر من ما هن عليه، فهنا ما بيكونوا متخيلين انه هذا الشيء سببه تعرض يعني بشده للشمس. دكتوره كمان خلينا نحكي عن التحسس من الطعام او من الفاكهه، في كثير ناس بتتحسس من الذره، في ناس بتتحسس من البندوره، في ناس بتتحسس من يعني من كثير من الاكلات. خلينا نحكي شو بيعرفه الواحد انه عم يتحسس من هي الاكله اذا تكررت عده مرات وخلص يوقفت كل حياته مثلا يوقف هي النوع. هلا صعب صراحه نحن بالبدايه لما بيجي لعنا المريض انه نحن نعرف شو السبب يلي عامل له هذا الطفح اللي هو غالبا بيكون شروي، لهيك نحن بنحاول لما بيجي مريض بهلا سؤال التحسس من الفواكه او من الخضره او من الاكل هو بيطلع بشكل مؤقت وبيروح ولا لا بيضل؟ غالبا ما بيستمر اكثر من 48 ساعه. وبيكون حاك، بيكون على شكل انتبارات حماميه الشكل. هلا صعب نحن بيجي المريض انا ما بقدر احدد شو السبب يلي هو عامل له هذا الطفح،
لكن انا بحاول استجوب المريض بطريقه كافيه بحيث اني انا اعرف شو الشيء اللي اخذه بالفتره القريبه ممكن يكون متهم بهالسبب يعني بهالاصابه. تمام. لكن احنا بيجي المريض بنعطيه العلاج اللازم وبحاول اني انا اعطيه يمشيه على حميه معينه لمده تقريبا 10 ايام لاسبوعين بحيث اني انا احاول احميه عن كل فينا نقول الادويه او الغذاء المتهم بانه ممكن يكون يسبب هاي الاصابه. لكن بعدين لما ببلش يرجع للاكل بحاول اني انا ارجعه بشكل تدريجي بحيث اذا صار عنده اي اصابه يبين معي بس شو الغذاء اللي انا هلا تناوله وسببه. اذا بين السبب بده يحاول تقريبا يتجنبه. هلا انه كل حياته ما يعود ياكله ابدا او ياكله بشكل خفيف هذا الشيء بيتبع الارتكاس الجسم له. هلا في ناس بياكلوا اكله بيتحسس مثلا حوالين تمون او بيطلع مثلا هيك انتبارات بسيطه. هلا هذا المريض بيقدر يتحمل انه ياكل كميه بسيطه من هذا الغذاء لكن بده مراقبه. اما اذا المريض انه كان ارتكاسه كثير شديد لا انا بفضل انه ما يقرب عليه. وفي حال قرب يعني في علاجات اكيد. كمان دكتورة كان بدي أسألك عن شيء يعني كمان هلأ بهذا الوقت كثير أوقات ممكن يكون الشخص بالشارع بالشغل بالعمل يرجع فجأة على البيت يلاقي شيء أحمر بإيده مثلا بيحس أنه فجأة تحسس من شو ما يعرف وكثير بنشهدها بالصيف يعني أكثر من الشتاء باعتبار تماما الأيدي بتكون مكشوفة قابلة أنه هي تلتصق بأي شيء أو تلمس أي شيء الجلد. كيف أنا بعرف شو سبب هذا الظهور؟ شو لازم أعمل؟ هلا في ناس كتير بتروح عند صيدلاني قبل ما تروح عند دكتور بتقول له أنا تحسست ما بعرف من شو بيعطيها كريم حساسية أو بيقول له يمكن هي قرصة ناموسة أو شيء بيعطيه كريم جارته ممكن جارة هي توصل أو بيقول له هي كريم للسع الحشرات حطه. فهون أنا كيف بعرف أنه أنا فعلا هي ممكن من حشرة ممكن حساسية عابرة وهل بقدر أي شخص ياخد كريم الحساسية من الصيدلية من دون ما يكون طبيب واصف له اياه؟ لا طبعا اكيد لانه كلمه حساسيه كلمه واسعه يعني انا في عندي كثير اشكال للطفوح اللي بيكون لها علاقه بالتحسس سواء تحسس دوائي او الطفوح اللي حكينا الشري ممكن يكون متهم فيها سبب مثلا غذائي او ممكن تكون حتى لامراض مناعيه او بتكون مجهوله السبب يعني بيطلع للمريض وما بيعرف شو السبب. هلا بالنسبه للشري ممكن يكون مثلا في مرضى بيعانوا من شري شمسي يعني بيتعرض للشمس بيطلع له طفوح شرويه ما بيقدر يتعرض للشمس فهون نستعمل واقيات شمسيه. اوقات مثل ما تفضلتي ممكن يكون سبب انه لدغ حشرات تمام ولكن طبيعه الجسم ارتكس اكثر من الوضع الطبيعي يعني انت بيقول لك مثلا ليش امي انقرصت ما طلع عندها هيك فلا هو طبيعه جسمه ممكن ترتكس بشكل اشد من غيره وهالشيء طبيعي ما في اي مشكله. طبعا اكيد ما بفضل انه المريض لما بيطلع له اي شيء من انواع الطفوح الجلديه على تنوعها يعني انه يروح لعند صيدلاني مع احترامي لكل المهن بس انه يفضل انه يراجع طبيب مختص لحتى نعرف شو السبب ونحدد شو نوع الطفح وعلى اساسه يتم العلاج لانه مو كل الطفوح الجلديه حتى اللي لها علاقه بالحساسيه بتتعالج بمرهم حساسيه. طب استكمالا لسؤال سلمى مثلا انا من الاشخاص اللي بنقرس يعني واحيانا بصير في حالات من التهاب احيانا في تورم يعني في حشرات احيانا بتكون كثيره وخاصه اذا كنا باماكن فيها شجر وفيها زرايع كثيره تماما فخلينا نحكي يمكن عن هالقرصات كيف نحن بنميز انه هي سامه بحاجه الى طبيب ولا هي هي مؤقته رح تروح وهي مثلا في منهم بمدوا وبيصيروا بيزيدوا اكثر واكثر. هلا عموما نحن صعب نحدد شو نوع الحشره اللي عامله هذا اللدغ بالنسبه لنا لما بيجي لعنا المريض. نحن اكثر شيء انا بقدر احدد انه هي حشره او هذا لدغ حشرات تمام مو تحسس ايه لا مو تحسس لانه في فوهه دخول في شكل الاصابه طبعا الجسم ممكن يعمل رده فعل ويصير في شري معمم بسبب لدغ حشره تمام فهذا كله له علاقه بطبيعه الجسم وشو رده الفعل الجهاز المناعي تجاه هاي الحشره. لكن انا بالنسبه على هو رده الفعل اللي انا شايفتها بالجسم بقدر احدد انه اذا هالشيء والله بسيط وعابر خليني انه يعني ما اوتر المريض او مثلا المريض بحاجه لعلاج اقوى من هيك ولازم مثلا اعطيه ابر او الجا لمثلا حبوب او شيء ثاني يعني. طيب خليني بس اسال نقطه قبل ما نختم دكتوره. هلا كثير من الاشخاص وخاصه للاولاد عم يحطوا أدوية هي عبارة عن كريمات أو بخاخ لحتى ما ينقرصوا من الحشرة وفي منهم عم يؤدي لحساسية. أنت بتشجعي
هيك نوع من العلاج يعني عم يستبقوا امور انهم هن صحيح. هلا صراحه يعني ما فينا نحن نحدد اذا كل العالم رح يتحسسوا من هي الماده او لا. هلا بالعموم ما في مشكله اذا الطفل استعملها، ولكن اذا الواحد قدران يعمل وقايه لحاله بدون ما يلجا لاضافه اي مواد كيماويه على جسمه، خصوصا اذا الشخص اساسا يعني بالتاريخ المرضي تبعه في مثلا قابليه للتحسس، الشري، الاكزيما، بفضل انه ما يستعمل شيء على الجلد غير اذا كان مضطر عليه، يعني نحاول قدر الامكان نخفف التعرض للمواد الكيماويه. يعني بدنا نشكرك دكتورة على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم، نتمنى اكيد كل مين تابعنا يكون استفاد. شكرا لوجودك. سلمي ميرسي، وشكرا كثير لكم كمان. شكرا كثير لك الدكتورة رامن ديري، اهلا وسهلا فيك، شرفتينا ونهارك حلو.